أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة العاشرة، tenth unit، الجو، the weather، الدرس السادس والثمانون، 86 lesson، التدريب الخامس، fifth exercise، تبادل السؤال والجواب مع زميلك، exchange the question and answer with your colleague. كما في المثال، like in the example، المثال the example، الطالب الأول، كم درجة الحرارة في الرياض؟ How much is the temperature in Riyadh؟ درجة الحرارة 20، the temperature is 20 degree Celsius. التدريب الخامس. التدريب الخامس. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: المثال: كم درجة الحرارة في الرياض؟ كم درجة الحرارة في الرياض؟ درجة الحرارة 20. درجة الحرارة 20. التدريب. التدريب. كم درجة الحرارة في مكة؟ كم درجة الحرارة في مكة؟ درجة الحرارة 30. درجة الحرارة 30. كم درجة الحرارة في المدينة؟ كم درجة الحرارة في المدينة؟ درجة الحرارة 10. درجة الحرارة 10. كم درجة الحرارة في دمشق؟ كم درجة الحرارة في دمشق؟ درجة الحرارة 5. درجة الحرارة 5. كم درجة الحرارة في لندن؟ كم درجة الحرارة في لندن؟ درجة الحرارة تحت الصفر. درجة الحرارة تحت الصفر. Now ask question for this. Okay. How much is the temperature in Mecca? Okay. درجة الحرارة في مكة You need to ask 20. a question. أوكي، كم درجة الحرارة في المكة؟ درجة الحرارة 30. كم درجة الحرارة في المدينة؟ درجة الحرارة 20. أشهر. 10. كم درجة الحرارة في دمشق؟ درجة الحرارة 5. خمس. كم درجة الحرارة في لندن؟ درجة الحرارة تحت الصفر. التدريب السادس، six exercise، هاتي جملا كما في المثال، bring sentences like in the example، السماء تمطر، it is raining، فصل الخريف، autumn season، المثال the example، الطالب الأول a student، السماء تمطر، it is raining، الطالب الثاني the second student، هذا فصل الخريف، this is
autumn season. التدريب السادس. التدريب الثالث. سادس. سادس. هات جملا كما في المثال. هاتي جملا كما في المثال. المثال: المثال. السماء تمطر. هذا فصل السماء. الخريف. السماء تمطر. هذا فصل الخريف. التدريب: التدريب. الجو حار. الجو حار. هذا فصل الصيف. هذا فصل الصيف. الجو معتدل. الجو معتدل. هذا فصل الربيع. هذا فصل الربيع. الجو بارد. الجو بارد. هذا فصل الشتاء. هذا فصل الشتاء. السماء تمطر. السماء تمطر. هذا فصل الخريف. هذا فصل الخريف. Now make sentences for this picture. Okay. الجو حار. هذا حار. فصل الصيف. حار. هذا فصل الصيف. فصل الصيف. فصل الصيف. الجو معتدل. هذا فصل الربيع. الجو بارد. هذا فصل الشتاء. السماء تمطر. هذا فصل الخريف.